في سؤال بالفيديو، نشاهد هذا السؤال. متى تعطوني ايباد؟ ايباد ايباد. وزير التربية، وين وزير التعليم؟ رد، اعطوه ميكروفون. هو يقصد التعليم الالكتروني يعني. تفضل. طويل العمر، طويل العمر، بعد ما اطلقت مبادره محمد بغاشد للتعلم الذكي كان في 10 ابريل 2012. جرب طويل العمر، كان اصرارك ان لازم نبدا ب 2012. فمن ذاك اليوم تشكلت فرق فنيه بينه وبين كل شركائنا الاساسيين. تعرفت الفرق الفنيه على افضل الممارسات في اغلب الدول اللي تطبق هذا المشروع، وهذا المشروع على فكره هو الاول من نوعه في منطقه الشرق الاوسط اللي يطبق في دوله الامارات العربيه المتحده. فكان فريق العمل شاف استراليا وكوريا وايضا تركيا. بالفتره هذه الاربع شهور تم اعداد البنيه التحتيه، وتم ايضا تجهيز مدارس انها تبدا ان شاء الله الدراسه فيها في سبتمبر. اخترنا 16 مدرسه وبالفصل السابع، وبدينا باربع مواد اساسيه اللي هي اللغه الانجليزيه واللغه العربيه والرياضيات والعلوم. تم تدريب المعلمين في هذه المدارس، وايضا تم ايجاد البيئه التفاعليه، تم توفير كل التقنيات اللي مطلوبه والاجهزه المحموله واللوحيه، وايضا توفير الشبكات المطلوبه. حاليا توجد طال عمرك خطه ان شاء الله لمطلع العام القادم اضافه 100 مدرسه اخرى. المشروع ان شاء الله في خلال 4 سنوات راح تستكمل ربط كل المدارس بشكل متكامل، وان شاء الله راح يكون برنامج التعلم الذكي هو نموذج متطور في النظام التعليمي في دوله الامارات العربيه المتحده. هذا كل الحقيقة بدعمكم وأيضا التعاون والتنسيق مع كل شركائنا الاستراتيجيين. وبشر الطالبة هذه إن شاء الله، ما أدري في أي مرحلة إن شاء الله، لأن نحن وفرنا 11 محتوى تعليمي في نظامنا، وأيضا وفرناهن على الأبل ستور كل المناهج التعليمية. فإن شاء الله هذه بيوصلها أيضا آيباد مثل ما طلبت لي من برنامج محمد بغاشد للتعلم الذكي.